السلام عليكم. لو حضرتك مهتم بمجال الكهرباء والتحكم يا ريت تشرفني بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو ده واضغط على زر الجرس واضغط على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات من القناة. الفرملة الكهربائية، لو طلبت منك ان انت تعمل لي دائرة ستارت ستوب لمحرك 3 فاز بحيث ان احنا لما نضغط على الستارت الموتور يشتغل ولما نضغط على الايقاف الموتور يقف معانا، هتعمل دائرة الكنترول بكل سهولة بحيث ان لما نيجي نضغط على الستارت الموتور هيشتغل ولما نضغط على الايقاف او الستوب الكهرباء هتفصل عن المحرك ولكن المحرك مش هيقف بشكل لحظي وهياخد مدة او فترة من الزمن لحد ما يقف نتيجة عزم الكسور الذاتي للمحرك والطاقة المختزنة بداخله. ولكن لو عدت عليك نفس السؤال وقلت لك اعمل لي دايرة ستارت ستوب لمحرك كهربي بحيث ان انا لما اضغط على الستوب المحرك بتاعي يقف بشكل لحظي او بشكل فوري، وعشان حضرتك شاطر هتقول لي هنستخدم الفرملة الكهربائية. علشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هذكر الاربع انواع المشهورة للفرامل الكهربائية، وبإذن الله هنتكلم على اول نوع دايرة الباور كنترول علشان نشوف الفرملة الكهربائية ديت بتوقف الموتور ازاي بشكل لحظي. تابع معي، عندنا اربع انواع يا جماعة. النوع الاولاني اللي هو external، هنكتب برضو انجليزي وعربي يا جماعة ما تستعجلوش، الكترو ماجنتيك كلاتشز، اللي هي الفرملة الكهرومغناطيسية الخارجية، وهنفهم يعني ايه الكلام ده دلوقتي. رقم 2 internal electro magnetic clutches، اللي هي الفرملة الكهرومغناطيسية الداخلية. رقم 3 سميها ريفرس كارنت بريكنج، ودي فرملة التيار المعاكس. خليك معايا هنفهم الكلام ده كله ان شاء الله. رقم 4 دي بنسميها الدي سي بريكنج، دي سي بريكنج باي دي سي كارنت انجكشن، ودي فرملة التيار المستمر. اتمنى يكون الخط واضح. عندنا اربع انواع زي ما انتم شايفين، الفرملة الكهرومغناطيسية الخارجية، الفرملة الكهرومغناطيسية الداخلية، فرملة التيار المعاكس، وفرملة التيار المستمر. هنفهم الكلام ده كله ما تتخضوش من المسميات، فكرة سهلة جدا ان شاء الله. هناخد اول نوع يا جماعة، اول نوع ده هنتكلم عليه دلوقتي، وهنرسم دايرة الباور ودايرة الكنترول علشان تفهم معنى الفرملة الكهربائية. النوع الاولاني ده هيمهد لنا المعنى اللي احنا عايزين نوصله. تابع معايا. طيب النوع الاولاني الفرملة الكهرومغناطيسية الخارجية. كلنا فاكرين الفرملة بتاع العجلة، كلنا ركبنا عجل وفاكرين الفرملة بتاع العجلة كويس، اللي هي لما كنا بنضغط على الدراع، الدراع ده يبدأ يشد سلك، السلك ده يبدأ يتسحب لفوق فيضم الفكين على الكاوتش فيبدأ يعمل الفرملة، ودي فرملة يدوية. ولكن الفرملة بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الكترو ماجنتيك يا جماعة، هيظهر قدامك دلوقتي على الشاشة شكلين للفرملة الالكترو ماجنتيك، اللي هي اكسترنال الخارجية، سميناها خارجية لأنها بيبقى جزء لوحده منفصل بيتم تركيبه على الاكس بتاع الموتور،
والفرمله الخارجيه دي بتبقى عباره عن فكين زي ما واضح قدامك دلوقتي، سواء كان في الفرمله اللي على اليمين او على الشمال. وكل فرمله لها ملف كهربي اللي هو الكترو ماجنتيك كويل، الملف الكهرومغناطيسي، زي الملف بالظبط بتاع الكونتاكتور او الملف بتاع الريلي. اول ما بيمر في الملف تيار بيتولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ده بيشد دراع، الدراع ده بيبدا يضم الفكين على الشفط او الاكس بتاع الموتور علشان يوقفه بشكل لحظي. طيب لما نيجي بقى يا جماعه نرسم دايره الباور والكنترول للنوع الاولاني اللي هو زي ما كان واضح قدامكم اللي هو النوع الخارجي اكسترنال. احنا قلنا اكسترنال خارجي ليه؟ علشان الجزء ده بيبقى منفصل وبيركب على المحرك، بعكس النوع اللي جاي اللي هو الانترنال هنتكلم فيه معاده ان شاء الله علشان نشوف هو بيركب او راكب على الموتور ازاي. تعالوا لما نرسم دايره الباور والكنترول للفرمله الكهربيه اللي من النوع الاولاني علشان نعرف هي شغاله ازاي. طيب لو انا عندي محرك 3 فاز L1 L2 L3 ده المصدر واصل على قاطع كهربي بالمنظر ده كده، ده السيركت المين سيركت بريكر، وبعد كده واصل على كونتاكتور، كونتاكتور ده هنسميه كي ام، وبعد كده موصل الحمايه بتاعتي الحراريه اللي هو الاوفر لود على المحرك عشان اعمل الدايره المشهوره جدا. ده 3 فيز موتور، موتور 3 فاز، وده طبعا نقطة الاوفر لود بتاعنا اللي بيحمي المحرك. وجيت رسمت الفرمله الكهربائيه يا جماعه بتترسم بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، ده بعتبره الاكس بتاع الموتور، والفرمله نرسمها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا هنا في كويل، الكويل ده لما بيمر فيه كهرباء بيبدا يمسك على الاكس بتاع الموتور ويثبت الموتور في مكانه. طيب الكويل اللي هنا ده هنسميه كي بي اللي هو كي بريك، تمام كده، اللي هو كويل الفرمله. تعالوا لما نرسم دايره الكنترول علشان نشوف الفرمله ديت شغاله ازاي. طيب هاجي من هنا من ال L1 هاخد نقطه كده اللي هي ال بتاعي، وبعدين هدخل على سيركت بريكر اللي هي سيركت بريكر او قاطع دايره الكنترول يا جماعه. طيب وبعد كده هدخل على مباشره كده يا جماعه، هدخل بنقطه مقفوله من الكونتاكتور كي ام اللي لسه هرسمه دلوقتي على الكويل بتاع مين؟ على الكويل، الكويل بتاع الكي بي، الكي بي اللي هو الكويل بتاع مين؟ بتاع الفرمله بشكل مباشر زي ما شايفين كده. يبقى نقطه مقفوله، طبعا هنرسم المسار الثاني، احنا بنعمل دايره ستارت ستوب، ديت نقطه الاوفر لود اللي هي دي، وبعد كده هدخل على مفتاح الستوب، وبعد كده مفتاح الستارت، واخد نقطه مفتوحه من الكونتاكتور الكي ام، وادي الكونتاكتور اللي انا عايز اشغله بتاع مين يا جماعه؟ بتاع الموتور. دايره الستارت ستوب العاديه جدا او الكي ام ده اللي هو الكويل بتاع الكونتاكتور اللي هيشغل لي او يفصل لي الموتور، والكويل دهوت او الريلي او الكويل بتاع الفرمله اللي هو الكي بي. طيب تعالى ما نشوف التوصيل عامله ازاي، طبعا ده طرف النيوترال. طيب تعالى ما نشوف الدايره دي هتشتغل ازاي. طبعا في البدايه الفرمله دي مفتوحه، هي نورمالي اوبن، مفتوحه طبيعيا لان مش واصل عليها كهرباء في البدايه، ومش واصل عليها كهرباء بتبقى الكلتش او الفكين مفتوحين، وبالتالي الاكس بتاع الموتور هتلاقيه حر طالما الكهرباء مش واصله عندي. طيب عشان كده بنسمي الفرمله ديت مفتوحه طبيعيا، نورمالي اوبن بريك، مفتوحه طبيعيا. طيب تعال ما نقفل السيركت بريكر ده كده، هتبص تلاقي الكهرباء مرت لحد النقطه دي. طيب اول ما نيجي نشغل السيركت بريكر ده هتبص تلاقي الكهرباء بدات تمر بشكل مباشر
على الكويل بتاع الفرمله يا جماعه. ليه؟ لان نقطه الكي ام نقطه مقفوله طبيعيه، اللي هي النقطه اللي جايه من الكونتاكتور الكي ام، لان كونتاكتور الكي ام اللي هو بيشغل الموتور ويفصله لسه ما اشتغلش، لان انا ما ضغطتش على الستارت علشان اشغله. وبما ان ده مش شغال النقطه دي مقفوله، وبالتالي التيار هيمر مباشره في الكويل بتاع مين؟ الفرمله. لما التيار يمر في الكويل بتاع الفرمله هتبص تلاقي الفكين دول قفلوا على مين؟ على الاكس بتاع الموتور، منتظرين ان الموتور ياخد الامر يشتغل. تمام؟ طيب تعالى ما نضغط على مفتاح الستارت كده. هتبص تلاقي اول ما تضغط على مفتاح الستارت، طبعا مفتاح الستارت ده بوش بوتون، يعني هضغط عليه وهسيب، هو هيرجع طبيعيا على طول عن طريق السبرينج. تمام؟ هضغط عليه هيروح مر التيار مباشره، لان النقطه دي مقفوله بتاع الاوفرلود، ونقطه الستوب مقفوله، هيمر التيار مباشره في الكويل بتاع الكونتاكتور، فالكونتاكتور هيلقط. طيب الكونتاكتور اول ما يشتغل يا جماعه النقطه المقفوله طبيعيا فيه ان هي النقطه المساعده هتروح فاتحه، فالتيار هيقطع عن مين؟ عن الكويل بتاع الفرمله، فالفرمله هتروح فاتحه بمجرد ما شغل. طيب النقطه المساعده اللي انا واخدها ديت اللي هي الكي ام المفتوحه عشان تعمل لاتش على مين؟ على نقطه الستارت. طيب اول ما اجي اعمل ستوب بقى يا جماعه العكس، هعمل ستوب فالكهرباء هتقطع عن المسار بتاع الكي ام. خلي بالكم بقى من النقطه اللي انا عايز اوصل لها، انا اول ما اعمل ستوب انا عايز يقف بشكل مباشر. طيب اول ما اعمل ستوب المسار هيفتح فالكونتاكتور هيفصل، فالنقطه ديت هتشتغل بشكل مباشر، هيمر تيار في الكويل بتاع الفرمله، فبمجرد ما يمر تيار في الكويل بتاع الفرمله هيروحوا الفكين ضامنين على الاكس بتاع الموتور ويوقفوه بشكل لحظي. وده تطبيق من التطبيقات اللي موجود بشكل عملي، الفرمله الكهربيه مع المحرك الكهربي، بنحتاج ايقاف المحرك بشكل لحظي في تطبيقات كتيره جدا يا جماعه، لازم تبقى فاهم الكلام ده كويس. طيب ده كده اول نوع من انواع الفرمله الكهربيه، وان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه نبدا نمسك نوع ونتكلم عليه ونوصل للفكره الرئيسيه بتاعته. ما تنساش الاعجاب ومشاركه الفيديو، ولو ليك اي تعليق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.